بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم خونا لطفي، واش راك؟ نقاوعوا شويه، طلعوا شويه للخوا ان شاء الله، ونكم الصوت والصوره. الصوت السلام عليكم. الصوت والصورة، الصوت والصورة خاوتي، والله غير توحشكم. السلام عليكم عبد الله لطفي. الصوت والصورة خويا، الصوت والصورة لطفي، الصوت والصورة لطفي. أيوة الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. السلام عليكم المجاهدين، العشية السوداء، المناضلين، الحاملين السلاح وقاهرين الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي غيبة شوية من اللي ما بناش، والله غالب كاين ظروف. بون، اليوم عندنا واحد اللايف شويه ظريف، صغير وظريف. عندنا اللايف بالمناسبه تاع واحد الناس خرجونا في شويه مؤخرا، شويه خرجوا شويه زيكزاكو، شويه يلعبوا كلش كاتينيا، يا ما يهضروا على المكتبه، ما يهضروا على الكاميرا، ما يهضروا على ديك، وما يهضروا ديك، وما عندكمش الاحتماد، وما عندكمش ديك، وطاطاطا، وديك كينيا. ربي يهديهم هذو الناس، الناس تحوس على التسويه تاعها، والناس ينتقدوا في ناس، والله العظيم ما فهمناش المقصود تاعهم، هذو شرم باغي ما فهمناهمش. بالنسبه للاحتماد اللي راكم تهضروا عليه، الحمد لله المنظمه عندها، ورانا حاطين قال لي بيفي، رانا حاطين مكاكينا عند الدرك، وعند لابوليس، وعند الجهات الامنيه، وعند الجيش، وعند الحمد لله يا ربي السلطات على بالها كلش، ما تخفاش عليها. وكل جات المنظمه ما عندهاش هذا الشيء، والله هي المكتب والله ما يحيي يتحل. هذه اول شيء، وتعرفوها كاع، تعرفوها المنظمه راهي تخدم من اجل المستقبل. المنظمه راهي تبادر من اجل المستقبل، وليس من اجل الجيب تاعها كما داروا بعض الناس، خاصه كما السيد اللي كومونتا اليوم، اللي دار المشروع تاعو اليوم في الفيسبوك. المنظمه راهي من 2016 راهي واقفه، وراهي تناضل، وراهي تبادر. هذا الشيء ما يعلمه الا اللي راه يخدم معاه، حتى قليل من المستقي ما على بالوش بهذا الشيء. حنا الحمد لله اللي رانا كل يوم معاهم، ورانا كل يوم مع خونا لطفي، ربي في هذا المنبر ندعو له بالشفاء، في الشفاء العاجل ان شاء الله. ما تنساش بلي خونا لطفي راه مريض، وراه عنده مشكل تاع عينو، مشكل تاع لاطاسيون، كل حاجه كاينه. والحمد لله خونا لطفي مازال عضو في المكتب الوطني، ومازال راه يخدم، ومازال عندي اتصالات معاه يوميا. الا ما كانش بالهاتف نكون انا ديبلاسي عنده، نهضروا الا في السوجي تاع المنظمه، والسوجي تاع المستقبل، وخاصه الارامل. المنظمة والله العظيم على حسب ما نشوف، المنظمة دارت اللي عليها، ودارت فوق حسابها، دارت فوق حسابها، كاع دارت فوق حسابها. مؤخرا خرجت لكم وقالت لكم اودي هذه الوثيقة ما تدفعوهاش، هذه وثيقة ما تخصكمش نتوما، خرجوا لكم من جهة واحدة أخرى، ادفعوا هذه الوثيقة. الماس باذن الله تعالى راكم طحين تخلصوا، راك راحين ديروا ديك وتاتاتا وديك وديك وديك، وقالوا لكم حتى بلي جايكم راه بار شباب، وراه جايكم ديك وجايكم ديك وجايكم ديك، وغدا شو رانا راح ندفع. راه المساكين الوفات من المستقلين
اللي مساكن الله غالب ما يعرفوش، الله غالب شي يعرفوا تعمدوا ما يعرفوش، واغلبيتهم دفعوا وراهم ندمانين دروك، خاصه كي نحكي انا ولايه تشرف، الناس اللي دفعوا كاع في ولايه تشرف كاع ندمانين وكاع داروا رجعوا عاودوا رجعوا الى المنظمه، عارفين بلي الشيء هذاك ما يخصهمش. كورونا من بكري داين يد في اليد ونمشوا، كورونا تسوينا مي مادام نص راه يجبد هاك ونص راه يجبد هاك، راه تسوي شويه بعيده علينا، والحمد لله ماشي بعيده بزاف ان شاء الله بربي، ما بقالهاش بزاف ان شاء الله، وكل واحد يدير الحقوق تاعو ان شاء الله، ونتمنوا الارامل هما يكونوا الولاء، وان شاء الله بربي يكفوا يحبسوا شويه من الكلام هذا على المنظمه، ويحبسوا شويه الكلام على كمال بوزكزا، يحبسوا شويه باللي راه هرب وراه دار وراه دار وراه دار وراه دار، كمال راه مازال في المكتب تاعو وراه مازال في دارو وراه لاباس عليه، ومازال يباشر في العمل تاعو، ومازال واقف على المنظمه، ومازال واقف على القضيه، والحمد لله راه عندنا الاتصال، راه عندنا خونا لطفي دائما في الاتصال معاه، وراهم مازال ما يباشروا في العمل تاعهم، وكما قلنا كما كنا نقولوا من قبل الابواب المنظمه مازالت مفتوحه للجميع، ماشي كي نقول لك ماشي كي نقولوا الناس اللي دفعت بلي الساي خلاص راح تربح روح، لا لا ابواب المنظمه مازالت مفتوحه، وان شاء الله بربي هذيك الوثيقه اللي دفعتوها ان شاء الله بربي تلغى تلغى، والناس كانت تدي الحقوق تاعها، وان شاء الله بربي شابا نزيد نفهمكم فين كنا الشيء كلش راه باين، العراقيل راهي باينه، العراقيل راهي باينه منين هاي ديسمبر ورانا في جانفي ورانا في فيفري، كنت تدي وثيقه تاع هي تسويه وراكم تسويتو وراكم ديتو دراهم المال تاعكم، عم خرجونا مؤخرا واحد متيارت زوج من الغيليزان وواحد في البليده 75 مليون، من جاتك هذه من جات هذه الهضره هذه الحمد لله خونا لطفي دوك نطلع خويا دقيقه هاي نما ماني طلعتك خويا لطفي كي تسوى تسوى على الاقل على الاقل ساعة الاف ربع الاف تسوى ماشي خمسة من الناس. السلام عليكم خويا لطفي. السلام عليكم محمد خويا، شكراكم على سلامتك خويا. الله يسلمك محمد، بارك الله فيك على التوضيحات هذو الشكروك. الله يبارك فيك. ونعرج بعض النقاط ونخلي لك كلمة وشوف خاوتنا اللي بغيت تروح معاك. الله يبارك فيك. أما بالنسبة لبعض الأشخاص اللي تتكالب على المنظمة أنه منظمة وهمية، والإنسان هذا اللي يقول منظمة وهمية، الحمد لله يا ربي المنظمة ماهيش وهمية، إذا كانوا يقولوا منظمة وهمية الحمد لله احنا عندنا ملفات لدى الوزارة الوصية سواء وزارة الدفاع ولا الشرطة ولا الدرك، الحمد لله الوثائق تاعنا موضوعة ونخدموا قانونيا، يعني نحن نعمل قانونيا. أما بالناس هذا الأوغى بعض الحوث بعض ما نجمش نسميهم بالمسميات بس هو مستبقي ما يكون راه مستبقي، أنه باش يقول لك باللي هذه المنظمة وهمية، موش احنا اللي قلنا وهميه، سمارك تتهم في الدوله الجزائريه باسرها، الحمد لله احنا مودعين الى بلاد الاعتماد، الاعتماد من نهار اللي حطيناه ما كاش اللي دا اعتماد، يكون في علم جميع ما كاش اللي دا اعتماد، كانت مجمده، نحن ننتظر، مي بصح احنا الحمد لله مودعين الملف موضوع الملف لوزارة الداخلية وعندنا وسط استلام نعمل به عادي وقانوني فيها بس طوق حنايا ما دام لحقت المدة القانونية نباشروا بالنشاط تاعنا وعادي نورمال.
مكاش يجي واحد يقول لك وهميه وما وهميهش. الحمد لله رانا على اعين السلطه على الدوله الجزائريه، والتحقيقات اللي دارت على كاع الجمعيات، مش غير المنظمه تاع اللي تراسها السيد الناطق الرسمي السيد كمال بوزيزه، وانما كل حتى اللي عنده اعتماد راهم معاه. والحمد لله ما يخفاكمش انه المنظمه الوطنيه لجنود الاستبقاء عندها وزن ثقيل جدا في الدوله الجزائريه. لماذا؟ كاين ناس عندهم اعتمادات بعض الاحزاب وتم النشاط تاعهم الا في الاستحقاقات، مديرون غير الاستحقاقات من يظهروا. الحمد لله كان منظمه الاستبقاء تناظر على حقوق المستبقي والارامل والايتام، هذا هو الغرض. ما عندنا لا سياسه ولا هم يحزنون، الحمد لله يا ربي. والله لو عندنا الاحتمال للدوله الجزائريه ترى العجب المعجب في هذه الفئه. معليش نظامنا ديما مستمر، نحن نطالب بالحقوق لا غير. بعد ما ندير الحقوق تاعنا كلش راه اللي بيد راس يترأس، اللي بيد ربي سهل عليه، ما خصنيش. انا نفضل التسويه، هذا اللي انا نعرجو عليها، باسكو الناس تكلبت على المنظمه في هذا الوقت بالظرف. اليوم الحق باش يستغباو هذه الفئه، بالعكس الفئه هذه يحموها رجال، حاميها الله وحامينها الرجال المنظمه يوميا، سواء ما الشرق ولا ما تسيبهم داير اللايفات ينتقدوا غير في المنظمه. الشغل والشغل تاعهم هو المنظمه. يا خويا بادر بتسويتك، ما تعقيش المنظمه، ما تهاجمش المنظمه. المنظمه هذا الجايح اللي راه تعقي فيه المنظمه راه تدافع عليك، دافع على نفسها وتدافع عليك رغم انك معارض. وين المنظمة؟ عارض لا راك لك حقك، ماهوش المنظمة اللي كانت. احنا الحمد لله رانا نبادروا، رانا بدأنا رسائل وشكاوي ووقفات، رانا في 80 وقفة نتحدى هذا واش هذا الابواق اللي يتكلم يخرج بالوقفة، يدير 80 وقفة. إلا عندك الشجاعة خرج بادر عاوني، معليش عارضني وعاوني وانتقدني يكون نقد بناء. واش نزيد نقول لك؟ هذا هو اللي عرش عليه الحمد لله. كما يقول لك نحن في طريق قانوني، غير كما يقول لك ما تسمعوش. الحمد لله ما كاينش اللي راه يسمع لهذا هذو الاغبياء، باسكو المستبقي راه عارف شكون راه يناضل وشكون راه. باسكو ليا شفنا، انا لاحظت كاع اللايفات تاعهم والله ما يتكلموا على التسويه، وانما غير كمال والمنظمه، كمال والمنظمه، وخاصه كمال بوزكزه، خاصة كمال بوزكزة. حسبي الله ونعم الوكيل. لو جات عندكم ريحة الرجولة بادر كما راه تبادر المنظمة. معليش أنني قابل، راني قابل واش راك دير؟ بصح قارع، روح طالب بحقك، طرق البيبان، دير رسائل، واجهني. واش اللي تقبض لي السيارة وتقعد كيما البارح؟ أقسم بالله نشوف وراي. لا حشمت، هو يعارض الوثيقة حقيقة، يعارض الوثيقة. يخرج مع واحد يقول له خرجنا وثيقة وهذه صح، جمعة جم ثعلب وجم ذيب. كونك صريح قلت الوثيقة. ما صابوش كيف يديروا رواحهم؟ أه؟ ما صابوش كيف يديروا رواحهم؟ ما صابوش، هو معاه في اللايف في الأول عارض الوثيقة وما خرجهاش ويعارض، وخرج له واحد قال له إيه الوثيقة هذيك ومشي معاه في الطرح. من بعد يتعكوا في المنظمه ونزعنا الثقه من كمال بوزيزه. من انت تعتز مزع الثقه من كمال بوزيزه؟ شكون انت؟ يجي يبين روحه هو يبان، يبان يجي يبان ديريكتوم ويجي للمكتب الوطني، رانا قاعد نهضر مع كمال. هذا كيف دارك دارك لي مورا دراك ويحوش على كمال؟ داير فانت فانت يا بسات يقول لك نزع الثقه من كمال بوزيزه. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله. والله غير والله كلامك صواب هكا لطفي. بون نتمنى من القاعده النضاليه المنضويه تحت المنظمه ما تسرعوش وما تصمتوش الناس هذه اللي تهرس، باسكو خرجت لهم الحمد لله، وخرج واحد من كان واحد الوقت هاك كانت الحمله تاع الرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون اظهر، وانا من بعد درك لمده معينه منين لحقت الاستحقاقات. اليوم قال لك انا هو، سبحان الله، داز الشعره انا في راسه
تونس ولا في الترك وسقم سنيه وقال لهم انا هو. عيب وعار عليك. بصح والله 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 لو جاء، مانيش نعمم كاع، انا كشخص والله لو جاء في ولايه شلف اقسم بالله المطر راه يتسير كانما يتشمخ كما راه كما راه الشتا تصب عليه. مانيش نعاير في خاوتنا كاع الولايات، بالعكس انا نطلق عليا انا لو جاء في ولايه شلف ودار هذا الشيء اول واحد من يقفلوه هو انا. اول واحد هو اصلا ما يدخلش في شلف. لا 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 قلت لك هذا الشخص جاء مقيم في ولايه شلف ما نسكتش ونوقف عند حدو. مين لا غالب نحمد الله ونشكره. كاش عارفين لطفي خويا عارفين بلي ولايه شلف 100% مع المنظمه ما يدخلوهاش وما يجوش فيها. الحمد لله احنا مشينا بخطوط قانونيه واللي بغي يتلعب احنا له بالمرصاد اولهم في ولايه شلف انا له بالمرصاد. ما يروحش ما يروحش بيه من الجار. ما كاش اللي يلعب فئه الاستبقاء، ما كاش اللي يقدر يلعب بها. ما نقولوش هذو الناس اللي يخرجوا يديروا هما ما والو ما يمثلوا غير فوسهم. مي احنا عندنا قاعده نضاليه. الحمد لله الحمد لله. اما الاخوان المستبقين بون ما غدوش نعرجوا على الوثيقه هذه. وما الوثيقه ماهوش خطا تاع المنظمه. نتاسف درنا المستبقين غلط في حقه. لماذا غلط في حقه؟ انه وزاره الدفاع ما كذبتش. باسكو نقولوا باللي ما كذبتش لماذا؟ قال لك هذه الوثيقه للتوظيف والترقيه وتثمين الخبره المهنيه يعني للموظف. الثاني اللي وقعت فيه الدولة ولا وزارة الدفاع انه مسكوا على البطال. هذا ما هوش ذنبهم، ما هوش ذنب المستبقي. وان شاء الله بربي هذا الوثيقة ما تكونش ان شاء الله اذا كانت تسوية. احنا لحد الساعة ما ايش ظهرت لنا كاين بوادر التسوية راهي موجودة مما زال ما ظهرتش على لا لينا ولا على اللي خرج ولا اللي ما خرج. الانسان ما سرحش ونروحوا ندابزوا بعضنا بعض ونربط زعافي على ذا ولا ذا. لا خلاص كل شويه فات الحمد لله كما قلت ويقعد النضال قائم. الحمد لله المنظمه راهي تطرق كاع البيبان وراهي تسطر وراهي تبرمج ما هي ساكته. الحمد لله رانا يومين مع الناطق الرسمي نشوفوا الحلول اللي تناسب البيئه واللي نخرجوا بها اقل اضرار ان شاء الله. فلذا استبقي الالتفاف حول المنظمة الحمد لله هي اللي تعرف وين تحط رجلها. أنا ما نديش الهوية ونخليك. أما رئيس الجمهورية إن شاء الله يشوف في هذه الفئة هو عطاه وعود وسوى كاع الشرائح ما بقاش غير بقى غير فينا احنا لدى وزارة الدفاع. إن شاء الله بربي تكون هذا ساغية من أجل تسويت هذا المغبنا لأننا مغبونين الحمد لله. كاين عندنا كيما انا ولادي انا وليدي جات الورده بال كاين بزاف ولادنا اللي راهم الحمد لله احنا ادينا الواجب ما نحكوا ولادنا اليوم. انا ولدي جات الورده بال هاي جات الورده. فلذا نطلب من رئيس الجمهوريه والدوله الجزائريه الالتفاف حول هذه الفئه اللي مدت ما تملك. انا الحمد لله كما يقول لك الوقت اللي كنت فيه في الخدمه الوطنيه يجعل ربي يسمح لي وموش ذنبي انا. الوالده تاعي ربي يرحمها قبضها مرض السكر من هذا الخلايا تاع ولدها والله غالب هذه هي. وما سمحناش في بلادنا وادينا الواجب تاعنا اللي الناس حربت واللي الناس شراوا لا ريفورم. وحنا الحمد لله ادينا لبينا الواجب الوطني وحنا ما رحناش ادينا الواجب الوطني وانما دخلنا في حرب صرنا روحنا في حرب. والحمد لله سقرت اليوم البلاد ورانا في النعيم. نتمنى من رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون قائد القوات القائد الاعلى للقوات المسلحه ينظر في هذه الفئه اللي مدت اغلى ما تملك. صح صح كان لي والديهم ماتوا بسبتنا قتلوا لهم والديهم اللي قتلوا له خوه اللي توفاوا ما بقى لنا والو. نتمنى ان شاء الله يفتحوا لنا الخبره الطبيه ان شاء الله
في اقرب الاجال، وان شاء الله تكون خبره طبيه هذه، بس الحمد لله رانا مرضى، كلنا مرضى، مش خبره طبيه تعطيني صغير وتكسري، لا لا، خبره طبيه تكون في المستوى اللي نستحقها انايا واللي يستحقها إن شاء الله المستشفى إن شاء الله تكون تلقائي. سي محمد خويا نشكرك على هذا اللايف، بارك الله فيك. وربي يقدر خويا وربي يقدرنا ان شاء الله، وان شاء الله تكون تسويها قريب لجميع المستبقين، إن شاء الله ونخليك تكمل في اللايف تاعك بارك فيك. يطلعوا معك جماعه مرحبا بهم. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يشرف الاستضافه. شكرا السؤال محمد، كان السؤال نجاوبك عليه خويا للمستبقين. انا ما ننكر على المستبقين، انا كشف يعطيكم الاسئله، انا ما عندي انا الاسئله، مش نعطيك الاسئله الاسئله كلش راهي واضحه وكلش راهي باينه ليهم، دروك بقاو عندهم هما ابواب المنظمه مازالت مفتوحه للجميع. لا لا، ابواب المنظمه ما تغلقش الباب تاع المنظمه، كما قال لك خونا ياسين دحو، المنظمه ما فيهاش باب، مفتوح 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 اللي بيجي ويمد الاضافه مرحبا به. وما ننساوش نشكروا خاوتنا اللي خرجوا اللايفات، احبابنا كاع اللي خرجوا هذا الاسبوع، وما ننساوش خليه الاعلام اللي بذلت كل المجهودات، هما مشكورين. الحمد لله يكون عندهم راحه مساكين، راه مريحين من ذاك ما يخرجوا. ونشكر كاع خوتنا اللي خرجوا من اجل التحسيس، وهذه هي محمد. وشوفوا خلي خويا تكمل اللايف تاعك. سؤال يا خويا، كان بعض الناس راهم يقولوا باللي خونا كمال راح راح في البطري. بو قالوا كمال راح، قالوا كمال مرض، قالوا كمال مستبقي، قالوا كمال مسجون، قالوا كمال شوف كيما يقول لك ما صابوش واش يحاربوا غير كمال. وهو هما هذو الناس اللي تحارب في كمال، منهم هما باغيين التنظيم يقعد الا كمال، باسكو كمال حلقه في شوكه في لسان قاعد مشوكه. كمال الحمد لله راه انسان ذكي واعي قاري فصيحة لسان ذكاء فيه كلش، ماناش نعظمو فيه ماناش نعظمو، ما انما الحقيقه تقال، العدو والصديق يشد لكمال بوزغزه، اقسم بالله واش راني نقول لك صحيح. جمعت ناس انايا قال لك لو جاء لنا واحد كيماذا الحقوق تاعنا ندوها في 24 ساعه، فئات اخرى قالوها، قالوها لي انا اعوذ بالله من كلمه، يعني العدو والصديق هذا الشخص هو مشكور جزيل الشكر، لا ما مل ما كل ما واسو مازال في نضال رغم العراقيل من كل الجوانب، مازال صامد، وهذو هما الرجال. وخويا لطفي خويا بالمناسبه تاع المناسبه كاش الناس اللي دفعت هذه الوثيقه، هل المنظمه المكتب الوطني كاش ما دار شكاوي على هذه الوثيقه باش يلغوها لهم باش شوف الناطق السيد الناطق الرسمي اودع رسائل ودرج هذا المشكل، ما بخلش المستبقين نقارعوا للرد ان شاء الله. على ربي ان شاء الله، ان شاء الله يكون الرد، يكون الرد ايجابي ان شاء الله. دار المعطيات الحمد لله، ويكون ان شاء الله الرد عن قريب ان شاء الله، واللي كاينه غادي يجاوبك عليها السيد الناطق الرسمي السيد كمال بزاف. بارك الله فيك خويا رجل. بارك الله فيك. بس ما يشوفش محمد. ما كاش كمال بس بتد ولاد تسمع للمستبقين، ما ننساوش الخير. ان شاء الله بربي، ما كاش اسئله عندهم، ما كاش يطلع اسئله. قرام شكرا فيك وقول لك كثر خيرك وقول لك ربي يشافيك. اللهم امين يا رب العالمين. احنا انا والله ما اطلب الا ابراهيم. ابراهيم سلم عليك. شكو ابراهيم؟ ابراهيم ابراهيم مسكين بان استمرض كيما انا يا وراه ربي يشفيه، هو ثاني ربي يشفيه. بكل شيء قال لك واحد الانسان قال لك انا يا فريد قال لك اكشفوا لنا اللي راهم معطلنا معطلنا مطلعينا بكل شيء. با نكشفوكم اللي معطلكم المشكله، هما التنظيمات المعتمده اللي عندهم اعتماد، غادي نقولها لك بك، عنده اعتماد، كاين تنظيم عنده اعتماد راه يكسر في المنظمه في كمال بوزكزا، باسكو عايروه بكمال بوزكزا صح، ما بقى له والو، هو الا هيكل ما عندوش
اليوم بيحتوي هذه الفئه، ما يقدرش يحتوي هذه الفئه، بس كل فئه هذه هي اللي تعبت على حقوقها، مش هو هذا التنظيم. هذا التنظيم هو دا بعض اشباه الرجال، ما داش الرجال سكرات العمر ولا يوس، دا اشباه الرجال عم يتكلموا يقول لك منظمه كذا ومنظمه كذا، راه باين هذاك ما يمثل غير نفسه. اعتماد ما عندوش مكاتب على مستوى 58 ولايه، وعندهم العمله بالدخول دراهم، وعندهم اشتراكات، وعندهم 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 اموال ضخمه طائله. اليوم بيجي يطرح في المستبقي، لا يا اخي والله ما استحق هذه السويه باش نجي عندك، ما استحقهاش، نعرفها وبلي تولي عليك انت، ما استحقهاش، وما نروحش ليك وما نحطش 100,000 عندك. الحمد لله المنظمه الوطنيه ثبتت الوجود تاعها، هم عايروه بالتنظيم، ما قدرش يحمي حتى فئته، فئته ما قدرش يحميها، والايام وتكشف ان شاء الله. اليوم يجي تدي الاستبقاء، ما تديش الاستبقاء، تا واحد الوقت قلت انا يا توعي ما يكفونيش، هذا هو جوابي. ادى بعض اشباه الرجال هما مشاو على الطرح نجيب لكم الاعتماد، تا يجيب لك الاعتماد هذا ما جابش حقوق تاع التوعي وما جاب مش الحقوق تاعهم، وما بالك انت واحد كيف بيجيب تا الوقت المستقبل خرج الكلاب الضاله تاعو قال لك قشاني البطاطا، حنا يسمونا قشاني البطاطا، اليوم كيفاش نمشي معاه؟ زيد كاش السؤال محمد، مانيش ما كاش خويا، ما كاش كاش اسكو مانيش لي كريتير لا غال، مانيش نشوف كومونتير يا خويا، لي كومونتير شنو نقرا لك فيهم انا، لي كومونتير راهم يقولوا ما كاش اللي راه يعطي في سؤال الا راهي. السلام عليكم وكيراكم ولا بلاباس، هذا ما كان، ما كاش اللي يشوف فين وردين قال اقرا لي كومونتير، انا لا غالب ما كاش كاين في كومونتير، ما كاش كاين في لي كومونتير، ما كاش. هذه هي محمد خويا، زيد لي كاش اسئله من اي انسان نجاوبه، ما كاش الاسئله. اي واحد عنده سؤال يا خويا يكتبوا لي دوك، نعطي لخونا. السلام الخويا لطفي، ربي يحفظك، هذا راه واحد كتب لك ربي يحفظك ان شاء الله. قولوا بارك الله فيك، ربي يجازيكم. بارك الله فيك خويا لطفي، محمد جنيحي، محمد جنيحي. الله يبارك فيه، رجال الاوفياء للقضيه جنيحي. واه محمد، ماشي محمد جنيحي، ماشي بغيت تطلع دوك تطلع معايا اللايف، اذا بغيت تطلع معايا خويا كومنتي نطلع كذا وقت نطلع، ماشي مشكل. بارك الله فيك خويا محمد واخي لطفي. كما كمال تحياتي لطفي، ما كاش الاسئله خويا. كما اللي فات تي بازا، منسق اللي تي بازا، الله يبارك. ايه اللي فات واه. زيد نعطوكش قال لك واحد، لماذا لا تتقيد به، تتقيد بنصائح الطبيب؟ والله الا غالب، بارك الله فيك على السؤال هذا، حقيقة راني شوف راني في نزاع حتى مع العائلة من الجانب هذا. على بالك من اجل المشتري. والله العظيم الله غالب، هذا هو الظرف اللي الحمد لله. كما يقول لك انا العبق تاع الولايه راه عند محمد عبد السلام اللي راه هو منسق ولائي رسميا من هذا المنبر او الناطق الرسمي على باله. محمد عبد السلام هو المنسق الولائي لولايه شلف، وانا اعوذ بالله من كلمه انا عضو في المكتب الوطني في الاستشاره، ومحمد ما راحش وحده، اي حاجه راح تكون بالعلم تاعي ونتشاوروا فيها ونتحاوروا، وهو اللي مدها محمد شو انا قلتها يعني من هذا المنبر. القاعده خاصه ولاية شلف، انه محمد السلام هو منسق ولاية شلف. اخويا ونشكر السؤال اللي قالوا هذا اخونا، كما يقول لك ما قيدش والله لا خالفت كاع الاعراف، انا هذه نقولها ونعاودها بس كلية باش نركز في عيني عاود توجعنا، وهذه ربي يكون معنا
اخو عرفي وين محمد؟ عرفي، وين واحد محمد؟ قال لك لماذا طلبوا الشك؟ الشك على بون طلبه. بون الشاك، نقول لك واش انا كاين عده تفسيرات من الشاك. الشاك انا نقول لك علاش تعرفوا الشاك، هذا تفسيري انا، انه الشاك علاش قال لك الشاك، ما هو ما يتعبش، بس لو تعطي له بطاقه التعريف الوطني والرادياسو يروح للاخر في يشارشي، اما بري بتاع تاع الشاك يروح ديرك للشاك يضرب الماتريكي تاعك، يسيبك ما تقاضاش في وزاره الدفاع، يخرجها لك الهريبه ما يتعبوش، بس راه عندهم عدد كبير. هذا احتمال واحد الاول. الاحتمال الثاني والوارد هو استقطاب عدد من المستبقين، ما ولاش غير فينا احنا هذه الوثيقه، ولات اللي في عمره 70 سنه راح يخرجها. قراءتين من الجانب هذا، هو القراءه الاولى قلت لك باللي انه يضربوا الريب تاعو تاع تاع الشيك تاعو ماهوش يخلص عندهم، بس عندهم سي تي في ريبو بلي ما يخلصش عندهم، سهل عليهم المهمه. والاحتمال الثاني هو استقطاب عدد اكثر من المستبقين من اجل تغليط رئيس الجمهوريه والوزاره، باللي كاين طابورات قاويين من اجل رانا نسو في العشريه السوداء اللي ولا الشيخ المراه الطفل قاعد الدنيا تهضر علينا، هضروا علينا بلا فايده. زيد محمد الشيخ كان والو حاجه طور بليده، دوك نطلعك خويا، دوك نطلعك، دوك نطلعك طور بليده. بو انا نخرج طلع لي محمد خويا، والله لا عيني راهي توجع راهي تحرك، بس نحوس ندق. معليش دوك معليش، طلع لنا الشيخ محمد الشبل باش يعلق ويزيد عنده اضافه، اللي يعطيك الاضافه من الجانب هذا، وخاصه نتمنى من تور بليده. السلام عليكم. السلام عليكم. لطفي دقيقه اقعد معايا دقيقه. معليش محمد خويا، مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتنا لكم خويا سلام، ربي يشافيك. اللهم يا خويا ان شاء الله ربي يرفد عليك الضر هذا يا. ان شاء الله. امين ان شاء الله يا رب. شوف لطفي، انا سقسيت على الحاله تاعك وسقسيت اخصائيين هكذا. واه واه محمد. قالوا لي عنده دواء واحد يعاود الزواج برك. هاوني يسمعوك. هاوني يسمعوك. يسمعوك. هذا هو ربي يشافيك، ربي يشافيك. ان شاء الله. هذا انا مسحو باش نضحكوا مع بعضنا بعض. اول شيء يعني خويا لطفي بارك الله فيه، واش قدم واش ناضل، والله غالب يعني كي جاته هكا في عينه اللي ما قدرش، لازم له شويه راحه. عبد السلام انت كمنسق ولائي قدها وقدود ما دام في جنبك لطفي، يعني لا خوف عليك ما دام عندك قائد السفينه راهو يسوق وعينيه مغمضين. الله يسلمك. ثاني شيء احنا الحمد لله هذه المنظمه اللي راهو التكالب عليها، احنا نقولوا والله غير راكم تضيعوا في وقتكم، القافله راهي تسير والمنظمه راهي كل يوم تزيد تاطر وترسم في التاطير نتاعها، وبشهاده الجميع من الدوله ومن الامن ومن كل صفات رامي شاهد. ولكن كاين بعض الناس الله غالب عندهم الغل والحقد في قلبهم، الله غالب، هذه امور خارجه عن طاقته، تقلب له تحلو قلبه تصيبه عنده داخل باللي المنظمه صعيبه عليه بزاف، مي الله غالب ما يحملش، ما يحملش، عنده الحسد عنده كذا. احنا الحمد لله رانا نطالبوا في حقوق مشروعه، رانا نطالبوا في حقوق يتامى، رانا نطالبوا في حقوق ارامل، رانا نطالبوا في حقوق مرضى، هاو السيد هاو معانا هاو مريض، الحاله تاعو كيف راهي. وخلي 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 وخلي، لهذا احنا واش نقولوا؟ نقولوا يعني الناس اللي راهي تتكالب على كمال بوزكزا وعلى المنظمه، من احسن لو كان تديو اجر تناضلوا على الحقوق هذو تاع الناس. يا سيدي ماشي تحت رايه المنظمه، معليش معليش يا سيدي، وحدك ناضل وحدك، بصح انت قاعد تلاتي بالعباد هذا 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 هذا، والعباد هذو ما حبوش يجاوبوكم لانهم كبار عليكم اولا في العقليه،
مربيين، ما مش لاتيين بالغاشي، لاتيين بالحقوق الناس. ثالثا يا أخي، الحمد لله كما البوزك زنطق وقال، عندي التقرير المالي وعندي التقرير الآدبي، وجيبوا لنا أي منظمة ولا أي حزب قال عندي تقرير المالي. أول شيء، أول شيء نروحوا المنظمة المتقاعدين الجيش، إذا كان بحال اللي مد لنا التقرير المالي، وكما البوزك زيطلوا التقرير المالي اللي ما عندوش بيجي، ولا أي منظمة واحدة أخرى ولا أي حزب واحد أخر. الحمد لله المنظمة راهي مأطرة، وهذا هو الشيء اللي راهو راح يطرطق لهم قلوبهم، أنه المنظمة ما قدرتش تريب. علاش؟ بنيت بالصفاء وبرجال مخلصين واتبنات على أسس صحيحة، الحمد وكما لله. قالوا كما قالوا الناس بكري، قال لك البنيان المتين لا تخافوا ينهدم، الله يوفقك. هكذا البنيان المتين لا تخافوا ينهدم. احنا هذيك خطات، واش قلت في اللايف؟ قلت احنا المنظمه قصر، واللي راهم يهضروا قرابه ونعاودها قرابه، ما يقدروش يدخلوا قصر المنظمه، لانه المستوى تاع المنظمه عالي عليهم، كبير عليهم من التأطير. الحمد لله خليه اعلاميه في كل الولايات، ونسقي الولايات في كل الولايات، البلديات عندنا 1300 ولا طويرة وعلى باله 1300 بلدية مقطعة، واو، عندنا واحد عندنا كاع منسقي لنا واحد، يعني الحمد لله الحمد لله. الشيء راهو في نظام تام، ما نقولوا للمستبقي إلا أنه يوحد الصفوف ويكاتب في المنظمات، لأنه التكالب راهو عليها. وكما البوزكزا حنا واش نقولوا؟ نقولوا كاينه حاجه، ما كاش كما البوزكزا واحد في المنظمه، اللي راهو يحوس على كمال بوزكزا يا ونقولوا له ما كانش كمال بوزكزا واحد، المئات من كمال بوزكزا كاين، الله الا يبارك كمال بوزكزا اللي رانا مخلينه اون تات الفوق ناطق راسه. مي لو كان نحطوا كمال بوزكزا مع كمال بوزكزا اللي كاينين، ما تقدروش تعرفوه، لانه كاين مناضلين اوفياء الاوفياء بزاف، منهم لطفي، منهم عبد السلام، منهم كمال مسعود، منهم بزده، منهم ياسين، منهم سراج، منهم داود، من كاين خير ربي. قال الحمد لله يا ربي. والله غير محمد نكون فيك الحديث، نفترق معكم بواحد الآية قرآنية اللي إن شاء الله المستبقي باش يديرها في راسه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم الحمد تهتدون. لله الحمد صدق لله الله. صدق الله الحمد لله. المهم يعني الناس اللي راه يتحوس على كمال بوزكزا وراهم جينيها كمال بوزكزا، نقول لهم يا ودي يتنحى كمال يطلع كمال. بارك الله فيك. محمد خليك خويا، انا باش نشاور معليش دواهر، اسمحوا لي. والسلام عليكم، وكمل مع محمد وزيد كاش خاوتك يطلعوا محمد طلعهم. بارك الله فيك. صح خويا، حفظك محمد. السلام عليكم. تركها خير ان شاء الله، تركها خير ان شاء الله لطفي. الله يبارك فيكم خويا عبد السلام. قلنا احنا هذا اللي راهو عليهم التكالب على كمال، ما كاش كمال بوزكزا واحد. صح كلامنا، ما كاش كمال بوزكزا واحد، كاين كمال بزاف، كاين منظمة قبلية كمال، من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، اللي راهو يهدر على كمال بوزك زي ونقول له عاود حسابك. كاين المئات هادو الناس اخويا محمد، هادو الناس اللي راهم يتكلموا على المنظمة وعلى كمال، هما ما بيهمش المستقي، هما بيهم جيبهم. يا واسمع، بيهم جيب. اسمع اسمع اسمع، نفهمك واحد الحاجة اخويا، احنا نبسطوها للمستبقي، نبسطوها له. لما لحقت الانتخابات مأدبة غزاء راهي راح تنحط، واه هكذا هما الخبزة وما الخبزة وما كانش الخبزة وقيل المنظمة طيبة واجدة. صح كاين منها هكذا، يا نقول لهم احنا خبزنا، احنا نقول لهم خبزنا مالح، احنا خبزنا مالح، المستبقي يديروا حسابه. يا والمنظمة خبزها مالح كاين منها، واه باش يديروا حسابهم. إذا صح كاين منها، المنظمة راهي واجدة بالتأطير، يجوا يديروها كي يمسحوها يدوها، نقول لهم يا وحنا خبزنا مالح ما يقدروش ياكلوا.
ما يقدروش ياكلوه، يقدروش ياكلوه، ما لا باه يعاودوا حسابهم. واللي راهو يحوس على كمال بوزكزا نقول له كاين المئات من كمال بوزكزا في المنظمه باش يدير حسابه هو زار. ربي يهديه ما شاء الله. امين. نطلبوا ان شاء الله احنا النضال، احنا النضال على كل حال راهو دايم وراهو مستمر ان شاء الله الى غايه اخذ الحقوق. احنا الشيء اللي نديروه في بالنا انه امن الوطن وسلامه الوطن من اولويات المنظمه، فهمت؟ واه باش الناس اللي راهم حاطين المنظمه هذه كعدوه للجزائريين والجزائر، المنظمه من اولويات نتاعها قبل التسويه امن واستقرار الجزائر ان شاء الله. ثانيا حق المستبقي، ثالثا يا وحنا اللي يخدمنا نخدموه. صح صح كلامك صواب كلامك صواب كلامك صواب. من الاخر من الاخر عطيني التسويه ونخدمك. معليش هذه فين ريفان انا مع هذه معليش اعطيني حقي اعطيني حقي راني معك. معليش اعطيني حقي وراني معك. تبدا تقول لي لا لا من بعد منا يا خويا احنا ما نطلقوش واش في يدنا ونتبعوش في الغار. صح كاين منك كاين منك. هذه من الاخر باه الناس اللي راهي متكالبه علينا دير حساباتها ونزيد نعاودها المأدبه تاع العشاء اللي راكم توجدوا فيها روحوا دبروا لها الخبز من جهه واحده اخرى، الخبز تاع المنظمه مالح. ما يكسرش الصدر ما يكسرش الصدر. لا 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 معلم من الاخر من الاخر انا راني نهضر بصفتي مستبقي وبصفتي منسق بلدي وبصفتي عضو جهوي وبصفتي عضو المكتب الوطني. الله يبارك. وهذا الشيء راح يأيدني فيه جميع الاخوان تاعنا. صح. وانا محمد ان شاء الله ان شاء الله. وانا محمد رب العالمين ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله وننال الحقوق تاعنا ان شاء الله. وان شاء الله رب العالمين احنا نقولوا كمال بوزكزا احنا رانا هنا ورانا مكاتفينك ورانا معاك ويعاودوا حساباتهم كاين الاف من كمال بوزكزا. يا خويا عبد السلام وربي يوفق والله يبارك في كل مريض ويبارك لكم انتم ربي يوفق كل واحد. وماذا بينا عبد السلام ثاني بصيفتك منسق ولائي ماذا بينا البلديه ثاني نشوفوا خاوتنا في الطلات تاعهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون بركه يكون السلام عليكم السلام ورحمه الله يا خلي خويا عبد السلام ربي يبارك.